بين الموازنة وإشكالاتها. تسوية تغلب أي حق، تغلب أي منطق، تغلب أي أخلاق. والاشتباكات السياسية وتداعياتها. مش كنا مركب واحد، بالنسبة للمركب حاطين هليكوبتر، بس يغرق المركب بديروا هليكوبتر. إلى أين ستتجه الأوضاع؟ لأنه سرقة عم وجنى. وما هي آفاق المرحلة المقبلة؟ الدولة الشيعية والدولة السنية بقلب الدولة، هاي الدويلات الصغيرة اللي أنا مع إلغاءها من شلوشة. دولة تافهة وتفاهة. جورج صليبي الصديف، النائب اللواء جميل السيد، في حلقة خاصة هذا الأحد 9:30 مساء على الجديد.